متابعي قناتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة، والذي سنتحدث فيه عن السلطنة جوهر خان. قبل أن نبدأ ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. لا تعرف سنة ولادة جوهر خان على التحديد، إلا أنه يرجح أنها كانت ما بين سنتي 1605 و1608. أطلق السلطان أحمد الأول هذا الاسم على ابنته الوليدة تكريما لعمته الكبرى السلطانة جوهر خان ابنة السلطان سليم الثاني، حيث كانت هذه الأخيرة من قدمت أمه هاندان إلى أبيه محمد الثالث، وبالتالي فلقد كانت السلطانة هاندان هدية مشتركة من السلطانة جوهر خان وزوجها الصدر الأعظم إلى السلطان الجديد آنذاك محمد الثالث. طبعا أنجبت هاندان عدة أولاد منهم أحمد الأول، ولذلك فلقد كان أحمد يرى بأن جوهر خان صاحبة فضل عليه وعلى أمه. أطلق على ابنته اسم جوهر خان، وحقيقة فهنالك اختلاف كبير حول هوية والدة جوهر خان، حيث يعتبرها البعض ابنة لكوسم، وهذا مذهب ليسلي بيرس مثلا، فيما يرى البعض بأنها كانت ابنة ماه في روز أو أي محظية أخرى، وهذا رأي باكي زيجان مثلا. ويعزز هذا الافتراض أن سفير بون أشار بوضوح إلى أن السلطان أحمد الأول قد رزق بابنه عثمان سنة 1604، ثم رزق بابنه محمد سنة 1605، وكان بينهما ابنة لم يذكر اسمها، وربما تكون على الأغلب جوهر خان. وعلى كل حال فإن الافتراضين موجودين، وبالتالي فإنه لا يمكن أبدا التأكد من هوية والدة جوهر خان. وفي صيف سنة 1612 تم تزويج الأميرة الصغيرة جوهر خان التي قد تكون آنذاك في الخامسة من عمرها من أوكوز كارا محمد باشا، الذي كان أحد رجال الدولة الأقوياء، وأصبح صدرا أعظما بين سنتي 1614 و1616. أقيم حفل زفاف فاخر لجوهر خان، وكان ذلك في نفس الوقت مع أختها عائشة، ولقد حصلت على قصر إبراهيم باشا البرغلي كهدية لزواجها، إلا أن الزوجين لم يعيشا معا أبدا، حيث لم تؤخذ إلى زوجها لصغر سنها، وظلت تعيش مع والديها في قصر توبكابي. وعندما توفي والدها السلطان أحمد الأول سنة 1617 انتقلت مع جميع أخواتها إلى القصر القديم. وفي سنة 1619 أصبح زوجها أوكوز محمد باشا وزيرا أعظما لمرة ثانية، إلا أن أخاها السلطان عثمان الثاني قام بطرده بعد ذلك ليموت في حلب سنة 1621، لتترمل جوهر خان قبل حتى أن تلتحق بزوجها. وعلى كل حال فإن المؤكد أن أوكوز محمد باشا كان أكبر بكثير من السلطانة الصغيرة، وجدير بالذكر أن اسمه أوكوز يعني الثور، وذلك في إشارة لمهنة والده الذي كان يضع الحديد للثيران. وحقيقة فإن مصادر أخرى أشارت إلى أن جوهر خان قد التحقت بزوجها وأنها أنجبت له ابنا قبل وفاته سنة 1621، وبعد سنة واحدة فقط من ترملها تم تزويجها من توبال رجب باشا الذي عاشت معه حياة زوجية عادية، حيث أنجبت منه طفلة اسمها صفية هانم سلطان، والتي تزوجت بدورها بعد ذلك من الوزير الأعظم أباظة سياوش باشا. كما أن توبال باشا الزوج الثاني لجوهر خان قد أصبح صدرا أعظم سنة 1632، وكان ذلك في عهد أخيها مراد الرابع. توفيت السلطانة جوهر خان سنة 1660، ولقد دفنت في ضريح أبيها أحمد الأول. وصفت السلطانة جوهر خان بأنها كانت أجمل بنات السلطان أحمد الأول بعد السلطانة فاطمة، لقبت بوردة الربيع لنقاء جمالها وروعته، فلقد كانت تمتلك بشرة بيضاء وعينان كبيرتان لامعتان كاللؤلؤ، وكان شعرها كستنائيا جميلا. وحقيقة فلقد انقطعت أخبار هذه السلطانة بعد ترملها للمرة الثانية، فيقال بأنها ربما انكفأت على نفسها في أحد القصور مبتعدة عن القصر والسلطة ونائية بنفسها عن كل الصراعات. لاحقتها عدة إشاعات، إلا أنه حقيقة لا شيء يؤكدها، ولا دليل أبدا على أنها كانت قد انتحرت. أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.